أهلا بكم، حلقة جديدة من يا هلا والعناوين هي البداية. المملكة تتابع بقلق العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر. نظرة حول السيارات الهجينة والكهربائية ومستقبلها. استشاري في طب الأسرة يشير لمزايا طبيب لكل مواطن. حياكم الله. أكدت وزارة الخارجية أن السعودية تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية. وأضافت في بيان رسمي أن المملكة وتؤكد على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث. بمشاركة نخبة عالمية من أطباء قسطرة القلب بالعالم، ينطلق في الرياض مؤتمر الرياض السنوي الثاني لصمامات القلب بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية وقسطرة القلب الأوروبية بحضور أكثر من 1400 ممارس صحي و80 متحدثة. أزيد من التفاصيل مع مساعد برخضير. المؤتمر الحمد لله بدأنا السنة اللي راحت، السنة هذه مختلف تماماً. بعض الدكاترة يقولوا ارتفع المستوى 800% في السنة دي. 9 عمليات نقل حي من دول العالم، 5 اليوم خلصناها. بدأنا من كوبنهاجن من الدنمارك على الساعة 10 بتوقيت الرياض، هناك عندهم الساعة 8، وخلصنا بتوقيت الرياض الساعة 4:15. 5 عمليات، آخر عملية من نيويورك من أكبر مركز في أمراض القلب في نيويورك اللي هو ماونت سيناي، وكانت استخدموا الصمام الجديد حق شركة إدوارد وحطوه في صمام متدهور قبل كذا. عمليات روعة، الناس مرة مبسوطة، الطلاب، الأطباء الصغار السن، الناس الكبار اللي لهم باع طويل في الطب كلهم معجبين فخورين. إنجاز عظيم. أعتقد السعودية والرياض كعاصمة المملكة العربية السعودية بهذا المؤتمر أصبحت وجهة للناس. يجوا يعني جونا اليوم من ماليزيا، من باكستان، من مصر، من أمريكا، أوروبا كلها، من بريطانيا، دول الخليج كلها شاركت، كل الدول اللي على بالك جات. يعني ما شاء الله تبارك الله، معلومات الأطباء ازدادت، شافوا أشياء جديدة عمرهم ما شافوها، وبكرة في أشياء حتكون من الرياض. أطلقت مبادرة كنوز إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الفيلم الوثائقي الجديد هورايزن على منصة نتفليكس، وهي يوثق ثراء وتنوع الحياة الفطرية والثروات الطبيعية في المملكة بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإنفيتامين المخدر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. ضمن جهود المملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة أكبر قافلة إغاثية للمتضررين في قطاع غزة عبر مطار مدينة العريش، والتي تضم 550 شاحنة. عبر الهاتف ينضم معنا الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة. أهلا بك دكتور سامر، شكرا لقبول الدعوة. جهود مباركة، حدثني أكثر لو تكرمت عن هذه القافلة تحديدا، ماذا تحمل على متنها ومتى نتوقع أن تصل إلى قطاع غزة؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالنور.
سعيد وأتشرف أن أكون معكم في هذا اللقاء وأرحب بكم وبمشاهدين الكرام. نعم، كما تعلمون وجه سيدي هذا المكرم الشريفين وولي عهد الأمين بإطلاق الحملة الوطنية لإنسانية الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وبحمد الله عز وجل توالت الجهود وتواصلت من خلال جسر جوي أشرتم إليه وكذلك جسر بحري. بحمد الله عز وجل الجسر الجوي بلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش وتم نقل مستوياتها إلى معبر رفح ومنها إلى الأشقة داخل غزة. بلغ عدد الطائرات 38 طائرة حملت ما إجمالية تقريبا 829 طنا من المساعدات، واشتملت هذه المساعدات على مواد إيوائية ومواد طبية ومواد غذائية، بالإضافة كذلك إلى 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل بحيث يمكن استخدامها لغرض إسعاف الجرحى، وكذلك يمكن استخدامها كعيادة أولية أو عيادة تخصصية. بشكل موازي طال عمرك، بحمد الله عز وجل وصلت 5 رواقد انطلقت من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء بورسعيد. هذه البواخر حملت ماء إجمالية تقريبا 4283 طن من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية، حملت من خلال 5 بواخر. بحمد الله عز وجل وصلت إلى ميناء بورسعيد وتم نقلها وأغلبها وأغلب ما عليها تم نقلها من خلال طال عمرك خط البري إلى معبر رفح. هنا أريد أن أنوه أن بحمد الله عز وجل إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة حتى الآن تجاوز 175 شاحنة، كل شاحنة تحمل 15 إلى 20 طن من المواد الغذائية والمواد الطبية والمواد الإيوائية. بشكل موازي طبعا عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والمال الإنسانية اتفاقيات مع الشرفاء لدعم جهودهم خلال هذه الأزمة ودعم آمالهم. من أهم هؤلاء الشركاء هو أولا برنامج الغذاء العالمي، وكذلك برنامج الغذاء العالمي، وكذلك هيئة الصليب الأحمر الدولي، وكذلك منظمة الأونروا وهي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. الحمد لله عز وجل هذه الاتفاقيات تهدف إلى دعم قطاع الأمن الغذائي والإيواء ومعالجة سوء التغذية عند الأطفال، وكذلك دعم المياه تزويد النازحين بالمياه الصالحة الشرب والصالحين، وكذلك الاستجابة للحالات الطارئة. هذا باختصار ما تم. بحمد الله عز وجل هذه الحملة حققت نجاح كبير جدا بدعم من سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، وكذلك أبناء الشعب السعودي الذين واصلوا دعم هذه الحملة على منصة ساهم، وبلغت الحمد لله عز وجل بل تجاوزت التبرعات حتى الآن ما إجمالية 614 مليون ريال سعودي، وبحمد الله عز وجل تجاوز عدد المتبرعين حتى الآن 1.5 مليون متبرع. بالأحرى مجموع التبرعات الآن أشاهده 616، أكثر من 616 مليون ريال سعودي، الأرقام تتغير بشكل يومي بحمد الله عز وجل. جهود مباركة، كل التوفيق لكم دكتور سامر لهذه الجهود السامية التي تقدمونها اليوم لغوث أهلنا في غزة مع ما يعانونه اليوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. بعد الفاصل للعودة. حياكم الله من جديد. نسلط الضوء في هذه الفقرة على السيارات الكهربائية والهجينة وتلك التقليدية التي تعمل بالوقود. الكثير حقيقة من الأسئلة الملحة بدأت تظهر بين الفينة والأخرى حول فاعلية هذه السيارات، قدرتها أيضا
على التحول والاستدامة. للحديث حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ وليد الحميد المستشار مستشار نمو الأعمال. أهلا بك أستاذ وليد، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا اليوم، مبطين عنك. أهلا والله وسهلا. أنا والله يشرف عنك ولا مبطي عنكم صراحة، ومسي على المشاهدات والمشاهدين من خلف الشاشات. الله يحييك. خلينا نبدأ بشكل يعني عام. اليوم عندنا نوع من السيارات التقليدية، وهذا يعني معروف من القرن الماضي، وبدأ في التطور في مراحل معينة، وتحديدا في موضوع التقنية، المكاين، أجهزة التعليق وغيرها من التفاصيل. بعدين جتنا السيارات الهجينة، بعدين جتنا السيارات الكهربائية. بالنسبة لي كمستخدم اليوم، وش اللي يفرق بين الأنواع الثلاثة؟ جميل، سؤال جدا مهم. أعتقد أنه كثير من الأشخاص ما عنده معلومة وش الفرق بين السيارة الكهربائية أو السيارة اللي تعتمد بالكامل على الوقود سواء بنزين أو ديزل، والسيارة الهجينة اللي سارة بين وبين. طبعا الكهربائية هي تعتمد بالكامل على بطاريات المحرك كهربائي بالكامل، بينما الهجينة تكون يعني تعتمد على المحرك ذات الاحتراق الذاتي وكذلك محرك كهربائي، بحيث أنه تعمل عملية تخفيف بالتكلفة الوقود. والنوع الثالث اللي هي احتراق ذاتي بالكامل يعني. فهذه الفروقات الثلاثة. الغريب في الأمر أنه كثير من الناس يعتقد أنه السيارات الكهربائية يعني جديدة وحديثة عهد. السيارات الكهربائية موجودة من عام 1890، صحيح، يعني من فترة طويلة، ولكن ما نجحت في هذه الفترة بسبب أنه يعني ما كانت تعطي فترة يعني مدة أطول، كانت قصيرة المدى، وبنفس الوقت كانت بطيئة. أغلبيات شركات السيارات ما في شك، واعتماد على مصادر معينة. لكن السيارة موجودة، وقفت في هذه الفترة، الآن أعيد إحياء بسبب متطلبات الفترة الحالية الآن. كثير من المدن تسعى أنه تكون مدينة خضراء، فراح تقلل من التلوث، تقلل من الاحتباس الحراري، تقلل من الانبعاثات الكربونية. فبدت الشركات تلجأ إلى حلول مثل السيارات الكهربائية وغيرها. في كثير يمكن من التقارير اللي شفناها، سواء تقارير مصورة أو مكتوبة، عن السيارات الكهربائية، وأنا بوقف هنا عن جزء معين وبعدين بجيك على الأنواع الثانية. لكن السيارات الكهربائية، وأنا أتكلم هنا عن المأمونية أو الأمان أو السلامة، إلى أي مدى اليوم السيارات الكهربائية عندها التفاصيل والمعايير اللي موجودة عند السيارات التقليدية فيما يتعلق بالأمان؟ يعني السيارة التقليدية اليوم تأخذ لك سيارة، ما أبغى أقول يعني اسم براند معين، لكن تأخذ لك سيارة حوض ما بها كمبيوتر، يعني وين الأمان؟ ربط حزامك ومش توكل على الله. لكن هذه أنت ما تعرف إيش تتعامل معها، لأي درجة هي آمنة؟ طبعا احنا ما نحاول نحرض، بس نحاول نبحث عن الأجوبة. لا، احنا بالاخير نتكلم على تجربه هي، صح. طبعا ما في شك هي تجربه جديده اليوم. الناس في من يتقبل التجربه هذه، في من ما يتقبل التجربه هذه، في ناس لسه مش مقتنعين اساسا. حتى في الهجين، مش في السياره الكهربائيه، حتى في الهجين يقول انا تعودت على السياره هذه، تعطيني طاقه كامله، محركاتها، اعرف كيف اتعامل مع السياره بشكل كبير. احنا اليوم يعني راح نعطي فكره وش السيارات الكهربائيه. بالنسبة لمستوى الأمان، طبعا جميع السيارات اللي تطلق للنقل يعني لازم يعني تخضع لمعايير ومقاييس معينة من مستوى الأمان، كفاءة السيارة، كفاءة الانطلاق، كفاءة الحماية اللي تكون لقائد السيارة أو الناس اللي معاه. التغير كبير أنه السيارة هذه تحس أنها أثقل شوي، فيها محركات. السيارة الكهربائية تعتبر أخف يعني من السيارة وزنا. فالناس أخذ وعطى ما بين أنه هل السيارة آمنة في الطرق، والسيارة جربت، تم تجربتها في كثير من الدول. يعني اليوم نتكلم في دول تقدمت في موضوع السيارات الكهربائية الآن، يعني زي مثلا على سبيل المثال الصين، نتكلم عن دول مثل فرنسا، نتكلم عن دول مثل الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. مؤخرا إحدى مصانع يمكن BMW أعلنت أنه تغير بالكامل إلى سيارة كهربائية أو صناعة كهربائية أو سيارات كهربائية. فاليوم كل الدول متجهة هالاتجاه هذا. أكيد مثل هالأسماء الكبيرة تهتم في معايير الحماية زي ما تفضلت، تهتم في موضوع أنه السيارة تعطي مدى أكثر، تهتم في معايير الضمان، لأنه أنت اليوم لو صار أي مشكلة السيارة اللي حيتحمل هذا هو الوكيل أو المصنع للسيارة. فأعتقد أنه هذه من ضمن نطاق الشركات السيارات.
حنشوف مستقبلا يعني نقطتك مهمة، تغير حتى في لاعبين أو ملاك السيارات مستقبلا أكيد حيكون فيه منافسة كبيرة، شركات أسماء جديدة قاعدين نسمع فيها، لكن المعايير اللي تهتم في حماية قائد المركب والراكبين هذه يعني أنظمة دولية متفق عليها من جميع الدول. هذا على افتراض أننا نتكلم عن استخدام السيارة الكهربائية داخل المدن، ولا نتكلم عن استخدام السيارات الكهربائية للتنقل بين المدن أيضا المسافات طويلة، لأنه يمكن اطلعت على كثير الصراحة من التقارير يقولك لا زالت حتى الآن يعني فيما يتعلق بالمسافات الطويلة تحتاج لمزيد ومزيد من التجارب. فهل مستوى الأمان نتكلم عنه للمسافات القصيرة داخل المدن ولا حتى المسافات بين المدن؟ هو في كل الحالتين اليوم كل الشركات احنا زي ما تفضلنا في بداية الحلقة هي ما زالت تجربة قاعد تتطور فيها أكثر من مرحلة. أول ما بدأت سمعنا كثير مشاكل في السيارات الكهربائية، اللي طفت معه السيارة هو يسوق، اللي طفت معه السيارة انتهت البطارية بدون أي سابق انذار، اللي فجأة يعني وقفت في نص الطريق منتقل بين مدينة ومدينة. فالشركات قاعد تعالج هالمشاكل هذه أول بأول في كل نسخة تطور. والدليل الآن الطلب، يعني لو نلاحظ آخر سنة زيادة الطلب على السيارات الكهربائية زاد 31%، فمعناه أنه الطلب عالي. ما في طلب عالي إلا بسبب نقل التجربة، الناس قاعد تشوف تجارب حقيقية قدامها، قاعد تشوف اختبار للسيارة بين الناس اللي اشترت وجربت السيارة سواء تنقلت بين المدن أو تنقلت داخل المدن، شافت تجربة ناجحة بدأت تدخل أو تأخذ الثقة في شراء السيارة. وش اللي تغير من 1890 لليوم؟ ليش احنا قاعدين نعيش الطفرة هذه من 10 سنوات إلى الآن؟ ليش قاعدين نروج لفكرة السيارات الكهربائية الآن؟ أعتقد يعني اهتمام الدول اليوم، وأعتقد يمكن مقدمتها السعودية، اهتمام في موضوع المناخ، التلوث البيئي، نتكلم على الانبعاثات الكربونية. اليوم كل المدن تبحث أنها تكون مدن خضراء فتقلل من التلوث، أكرمكم الله النفايات، يحرصون على عملية إعادة التدوير، انبعاثات الكربونية، الاحتباس الحراري، هذه الأشياء كلها صارت اهتمام اليوم الدول. فمن هنا بدأت الحلول. أنت اليوم لما تشوف في مشكلة قائمة تبدأ تبحث عن حلول، وش الحلول المناسبة اللي تقلل من هالأشياء هذه، وأعتقد من أهمها السيارات الكهربائية. فهذا اللي خلى الطلب بشكل كبير، وما في شك فيه بالمقابل تقليل اللي حابين يشترون سيارة، يمكن هذه تقلل عليهم حتى التكلفة في استهلاك الوقود، أو استهلاك الدول مثلا اللي عندها مثلا سعر الوقود غالي تبدأ تبحث عن حلول أخرى. فيمكن هذه هي أهم الأسباب اللي خلت الشركات هذه تلقى لها مساحة في السوق. أعتقد حسب الأرقام احنا نتكلم الآن عالميا حوالي 17% من عدد السيارات المباعة، إجمالي عدد السيارات المباعة هي سيارات كهربائية. إذا تكلمنا مثلا على الصين اليوم وصلت النسبة إلى 33%، يعني الصين تملك حوالي أو في الصين فيها حوالي 415 مليون سيارة. احنا نتكلم على 33%، يعني حوالي 135 مليون سيارة ما بين كهربائية وهجين. فرنسا كذلك الآن يقول لك كل معدل 4 سيارات سيارة كهربائية، يعني 25% من عدد السيارات في فرنسا سيارات كهربائية. كذلك في الاتحاد الأوروبي، السعودية الآن يعني الإعلانات الأخيرة اللي صارت ما بين صندوق الاستثمارات شركة الكهرب في بناء بنية تحتية متكاملة لدعم السيارات. بجي على البنية التحتية، لكن خليني أسألك، يعني أنت جبت مثال بالصين وفرنسا، ويمكن كثير من الدول كان لها قصب السبق فيما يتعلق بهالسيارات ودخولها بأسواقهم، وبالتالي التكلفة النهائية اليوم لبيع هالسيارات ما هي تكلفة عالية. صحيح، لأنه عنده المصانع يعني، ومدخلات موجودة عنده، والمخرجات موجودة عنده، واليد العاملة موجودة عنده، والنوهاو موجود عنده، فالتكلفة قليلة عليه، وبالتالي سعر المنتج النهائي قليل أو على الأقل تقدير مقبول. لكن بالنسبة لنا احنا نتكلم عن أسعار تفوق 500,000 ريال وتتجاوز بعضها المليون ريال. وش الميزة النسبية أنا كمستهلك اليوم أو راغب بشراء سيارة، وليش أخذ السيارة هذه وما أخذ السيارة التقليدية؟ شوف اليوم السوق، كل الأسواق في العالم عبارة عن خيارات.
فأنت اليوم وش سبب أنك تأخذ السيارة هذه عن السيارة هذه؟ ليش تأخذ البراند هذا عن البراند هذا؟ ليش الناس الآن بدأت تفكر حتى في موضوع السيارات الهجين اللي قالك صارت تقلل تكلفة الوقود أو استهلاك الوقود في السيارات؟ فبالأخير هي خيارات أنت كمستهلك أو بالأخير كشخص يعني عميل حتشوف الخيار المناسب لك أو الأنسب لاستهلاكك كقائد سيارة. زي ما قلنا اليوم التجربة ما زالت في أولها، حيكون في منتجات أقل تكلفة، ما في شك نص مليون الآن مبلغ كبير طبعا على واحد يبي يأخذ السيارة، هو أصلا هدف منه أنه يقلل تكلفة يأخذ سيارة تقدم له الحماية وبنفس الميزات اللي تقدمها السيارات ذات الاحتراق الداخلي اللي تعتمد على الوقود أو البنزين أو الديزل. فأنت لازم تأخذ شبيه لهالمنتج هذا بتكلفة أقل. ما زلنا نقول التقنية في بداياتها تتطلب معادن، يمكن لو شفنا خبر السعودية أعلنت أكبر مخزون، يمكن من أكبر الدول مخزون أو ثروة تقديرية تعدينية، نتكلم عنها أكثر من 9 تريليون، قدر منها 10% تدعم المعادن الخاصة في صناعة السيارات. وهذا حتى يدعم مشروع أنه اللي ذكره وزير الصناعة أنه حيكون في إنشاء مصنع بالسعودية خاص في شركة لوسيد يصنع 300,000 سيارة، فهذه حتتطلب معادن أكيد حيكون في الاعتبار منتجات أقل تكلفة أقل من هالمبلغ هذا، وحتكون في متناول يدين. ولكن زي ما قلنا ما التجربة ما زالت في بدايتها، تتطلب تكلفة التقنية نفسها عالية، مستقبلا حتكون أقل تكلفة إذا زاد الطلب أكثر صار في خيارات أكثر. أبعد بس نقطتك يمكن اللي ذكرتها قبل شوي إنه اليوم السوق موجود ومفتوح والخيارات تبقى بيدك، لكن باعتبار اليوم أنه عندنا مستهدفات وطنية أن نصل إلى رقم معين تحديدا في مدينة الرياض لاستخدام السيارات الكهربائية، برجع معك الموضوع البنية التحتية. اليوم إذا نبغى نحفز الناس أنها تروح تختار السيارات الكهربائية، يبغانا نسأل أنفسنا أول شيء هل حنا جاهزين؟ يعني أنا باخذ سيارة كهربائية، هل في شاحن اليوم أقدر أشحنها بالشارع؟ هل يعني السيارة التقليدية عارف أنا أنه في سيفون زيت وبواجه وقطعة وأخذها من أي محل؟ بالنسبة للسيارات الكهربائية لا زالت بالنسبة لنا يعني حتى الآن إلى أن نصل إلى مرحلة نضج معينة سيارات يعني عليها الكثير من الأسئلة المطروحة. هل بنيتنا التحتية جاهزة اليوم لرفع نسبة الاستخدام للسيارات الكهربائية؟ وهذا من الأسئلة الجدا مهمة. اليوم أعتقد السعودية قاعد توقع مشاريع كثيرة لبناء البنية التحتية لعمل الجاهزية لاستخدام السيارات. اليوم أنا كشخص راح أتملك سيارة كهربائية هحتاج زي ما قلت موصلات شحن، محطات شحن، هحتاج إلى مراكز صيانة، هحتاج إلى قطع غيار، هحتاج إلى أشياء كثيرة في حال لا قدر الله البطارية تعطلت، وين أقرب مركز خدمة ممكن يخدمني أو يسبب لي أو يقدم لي الدعم اللي أنا أحتاجه. فزي ما ذكرت قبل شوي صندوق الاستثمارات وقع مع شركة الكهرباء لبناء بنية تحتية متكاملة، حتى اليوم المدن الجديدة اللي قاعدة تنبنى قاعدة تهيئ أو تحط في اعتبارها محطات الشحن الكهربائي. نحتاج وقت، يعني أعتقد نحتاج وقت، هذه من ضمن التحديات اللي يمكن أنا أعتقد من وجهة نظري كاقتصادي أنه قلت من الطلب العالي على السيارات الكهربائية، أنه ما في إلى الآن بنية تحتية متكاملة لمثل هالمنتجات هذه بالسوق. لو بنضع مقارنة السيارات التقليدية والهجينة والسيارات الكهربائية، وبقول لك أستاذ وليد أبغى منك اليوم تعطيني الإيجابيات والسلبيات في كل جانب، من يتفوق على من وليش؟ شوف الآن المقارنة غير عادلة لأنه ما اكتملت الصورة في السيارات الكهربائية. الهجين اليوم كل الوكالات او خلينا نقول البراندات او الماركات اي كلها تستخدم الهجين الان، كل السيارات بدون ذكر اسماء لكن كلهم الاغلب صاروا يستخدمون الهجين عشان تقليل زي ما قلنا الانبعاثات وكذلك تقليل استهلاك الوقود. ولكن احنا نتكلم على الانتقال للسيارات الكهربائيه، انا اعتقد انه غير عادله المقارنه ما في شك. الان بالأرقام السيارات ذات الوقود هي اللي تتفوق بشكل أكبر، وفرة في الوكالات، وفرة بالصناعات، وفرة بالدول اللي تصنع،
فيها أمان واختبارات. الآن ما زلنا في بداياتنا في موضوع سيارات كهربائية، تحتاج وقت طويل أعتقد عشان تكون التجربة كاملة، وحتى نحطها في المعيار أنها تعمل مقارنة في السيارات الثانية. إذا حنا نتكلم على 17% يعني يبغى لنا وقت طويل عشان نوصل لهالمقارنة العادلة هذه. بشدر بكلام قبل شوية أنه اليوم السيارات الكهربائية راح تحفز كثير يمكن من القطاعات، وش القطاعات اللي اليوم يمكن لقطاع السيارات الكهربائية أن يحفزها اليوم للنمو، وش تحتاج هذه القطاعات؟ جميل، سؤال مهم. شوف السعودية أعتقد أنا ما أحد التصريحات اللي ذكرت، بس ما أعتقد الرئيس التنفيذي لمصنع السيارات الكهربائية ما يحضرني اسمه، ذكر أن السعودية تطمح أنه يكون في نهاية 2040 30% من السيارات اللي موجودة في السعودية هي سيارات كهربائية، وهذا طموح. لكن أنا أعتقد وجهة نظري حيكون تحدي كبير جدا لوصول هالرقم هذا، خصوصا يعني اليوم ما في أرقام واضحة للسيارات الكهربائية. يعني أنا بحثت كثير في موضوع الأرقام ما وجدت يعني رقم واضح. إحدى المصادر ذكرت أنه حوالي 70,000 أو 71,000 سيارة كهربائية، وهذا رقم قليل جدا على مستوى العالم، على مستوى السعودية. السعودية بس، السعودية احنا نتكلم على السعودية. فأنت عشان توصل 30%، السعودية اليوم تملك أكثر من 12 مليون سيارة، عشان توصل هالرقم هذا يعني نتكلم يبغانا جهد كبير كبير جدا جدا. زي ما قلنا إذا صار في بنية تحتية، صار في مراكز، صار في قطع غيار، صار فيها مراكز دعم، أعتقد أنه حيكون قرار المستهلك الأخير يعني جريء أنه يشتري سيارة أو تملك سيارة كهربائية. اليوم في فرص يمكن موجودة، دائما التحديات تخلق الفرص، لكن بسألك عن يمكن الفرص الموجودة اليوم للسعوديين والسعوديات تحديدا بالقطاع، وش أبرز يمكن الفرص اللي يمكن للشباب أنهم يعملون عليها خلال السنوات القادمة؟ والله أنا ذكرت يعني فرص كثيرة اليوم. إذا دائما أنا أقول إذا القرارات الكبيرة اللي تصير في السعودية، أن اليوم السعودية هي الأكبر والأسرع نمو على مستوى العالم، وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان قبل كم يوم أنه حنا السعودية في تسارع، فالحقوا فينا أن استطعتوا، يعني الحقوا بنا أن استطعتوا، بسبب الدليل أن السعودية في كل القطاعات كانت تشتغل بشكل متسارع. رؤية 2030 اللي تبناها الأمير محمد بن سلمان قاعد تنمو بجميع القطاعات، سواء الاقتصادية أو حتى السياسية، نتكلم على ميزانية عالية. السيارات الكهربائية هي جزء من هالنمو وهالتسارع. السعودية نتكلم يعني حققت أرقام حتى على مستوى التقنية. فأنا أنصح يعني سؤالك هذا، أنصح الشباب سواء رائدات أو رواد الأعمال، اليوم في توجه على مستوى العالم، قاعد نشوف أرقام، قاعد نشوف قفزات على مستوى الدول، سواء زي ما قلنا في الصين، في أوروبا، في أمريكا، على الطلب يزود على السيارات، الطلب قاعد يزود أكثر من 30%. أنا بعطيك رقم على السريع، في 2019 تم بيع 2 مليون سيارة، في 2020 تم بيع 3 مليون سيارة، في 2021 تم بيع 6 مليون سيارة. فأنت تتكلم عن رقم ضعف الرقم للسنة اللي قبلها. فهذا إيش معناها؟ أنا اليوم كشاب أو أنت كشاب اليوم، وش الفرص اللي موجودة؟ وش تحتاج السيارات الكهربائية؟ تحتاج بطاريات، تحتاج قطع غيار، تحتاج مراكز صيانة، تحتاج إلى مراكز شحن، تحتاج إلى مواصلات. فهذه كلها فرص موجودة. اليوم أنا دوري أني أبحث هالفرصة، أشوف التوجه اللي قاعد يصير استثماري في هالفرصة هذه، أشوف النجاحات العالمية اللي صارت على مستوى العالم في هالمجال هذا، وأبدأ أنقل هالتجربة هذه. كثير من الشباب والشابات يقولون والله أخذوها الأولين. اليوم في سوق جديد، فرصتك أنت كشاب أو شابة تشوف وين الفرص اللي تدعم هالمجال. مدام السعودية متوجهة اليوم أنها تنشأ مصنع وحيكون فيها أكثر من 300,000 سيارة تنتج سنويا، فمعناه حيكون فيه متطلبات داعمة لهالمشروع هذا. أخيرا، في جو تصل درجة حرارة 60، وفي بعض المناطق في الشتاء، يعني بالشتاء ما أعتقد أنه تحدي، لكن بالصيف هل تستطيع السيارات الكهربائية اليوم التماهي مع طقسنا ومناخنا وجونا؟ شوف، السيارات على مستوى العالم ما زال فيها تحديات، كانت تواجه مشاكل. أعتقد بعد إنشاء المصنع هنا حيصير فيه وضع اعتبار للمعايير الجوية وكيف تقدر تتحمل.
شركات بدون ذكر اسماء بدأت تحطها الاهتمام هذا، واعتقد انه في دول يعني خليجيه استخدمت السياره بشكل مكثف، واجهت بعض المشاكل، ولكن ما زال الموضوع في طور التطوير. انا يعني طموحي كبير ومتفائل في موضوع انه المصنع السعودي حيكون يحل هالمشاكل هذه، حيحل المشاكل هذه كلها، وحيقدم منتج يعني بجوده عاليه كبيره يعني باذن الله. اشكرك جزيل الشكر، شكرا لكل المعلومات القيمه استاذ وليد الحميد، مستشار نمو الأعمال، متحدثا عن السيارات الهجينة والكهربائية والتقليدية ومزايا والتحديات كل منهما. بعد الفاصل نعود. حياكم الله من جديد. يكثر الحديث عن الأرق وعلاقته بأطعمة ومشروبات كالقهوة، يربط آخرون بينه وبين جودة النوم، والكثير حقيقة من المسببات والمفاهيم حول الأرق. في هذه الفقرة نتحدث عن الأرق، أعراضه وطرق علاجه، مع الأستاذة وفاء القرزي الأخصائي النفسي الأول. حياك الله معنا أستاذة وفاء، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا بها اليوم. شكرا لكم على الاستضافة. خلينا نبدأ معك أول شيء، نشرح للناس وش المقصود بالأرق تحديدا. هل الأرق يعني هو نوع من حالات القلق؟ هل هو اكتئاب؟ ما هو الأرق تحديدا؟ شوف، بمفهوم بسيط جدا، الأرق هو صعوبة في النوم. صعوبة انه انت تدخل في النوم، واذا نمت كل شوية تصحى، واذا صحيت يصير صعب انه انت ترجع، واحيانا يعني تنام متأخر بس تصحى بدري. طيب، ما احنا متوقفين هنا على طريقة النوم فقط، حتى اثناء اليوم كله تصحى انه ما فيك طاقة، مثلا ما في استيعاب ذهني كويس، في تشتت، في يعني يؤثر على جودة أدائك في الحياة. يعني الأرق يمتد كمان، مو بس إنه أنت تنام أو ما تنام. يعني أنت ممكن تنام، صحيح لي إذا أنا غلطان، ممكن تنام بس جودة نومك تكون قليلة. بالضبط، إنه اللي كل شوي يصحى، ممكن في كوابيس، في أحلام، هذه الأشياء يعني. وش اللي يقود الشخص لهالشيء؟ أشياء كثيرة. مثل؟ يعني خلينا نبدأ، أنا من وجهة نظري ببدأ بأهم عامل اللي أنا أشوفه، اللي هو المسبب، أوكي؟ بعيداً عن باقي الأسباب اللي رح نحكي عنها. نمط الحياة، نمط الحياة اللي إحنا متعودين عليه. إنه ما في ساعة للنوم عندنا، ما في ساعة إنه أنا أصحى فيها الصباح. طيب، لما أجي أنام أنا إيش قاعد أسوي بالضبط؟ أحياناً في ناس يأجلون كل شغلهم وكل الأفكار وكل المشاكل لما قبل النوم بشوي. هذا ما شاء الله عنده زر. أي. يعني يضغط وينام. ما أعتقد إنه في أحد اليوم كذا أستاذ أبو. لا، ما في. هو يأجل. شوف، لما تيجي تنام وأنت مفكر في مشاكل، في ضغوطات، في مسؤوليات عندك، فلان قال لي، الموقف اللي مريت. كيف تسيطر عليها؟ يعني إحنا نتكلم عن شيء ذهني. أي. أنا ما أتكلم عن عضلات ممكن أريحها واسترخي ولا. وقد يكون عند بعض الناس صعب إنه أنت تسيطر على هالأفكار. صحيح. وسيطرتها حتى عليك أنت نفسك، كيف تتعامل معها؟ هو شوف، إذا تكرر معك الموضوع وصار إنه كل ليلة بهذه الطريقة إنه أنت قاعد تفكر، ويمكن طول اليوم يفكر في مشاكل. صح. أوكي، مو بس عند النوم يعني. فنقول إنه خلاص يعني إذا تكرر معك الموضوع وبدأ يأثر على حياتك وبدأ يوترك ويقلقك وما يخليك تركز على جوانب يعني على أدائك بشكل عام، استشير. يعني في مهارات، في فنيات احنا ممكن نستخدمها يعني مع العملاء اللي يجونا للعياده. يعني خليني اقول واحد من الاشياء اللي احنا نقول لهم ان هم يستخدمونها في العياده مع التفكير الزائد، تعامل مع التفكير الزائد كانه يعني ضيف عطي موعد. اجل. لما انت الحين تجي تقول انا ما ابغى افكر في الموضوع هذا، حوقف، ما في شيء انت يعني زي ما قلت ضغطت زر وانا حوقف. لكن إذا أنت قلت خلاص أنا حاط مثلاً الساعة الفلانية أناقش فيها أفكاري وأوجد حلول لها، كل ما جتني الفكرة طوال اليوم أأجلها، أقول أنا معي موعد مع أفكاري هذه، مع المشكلة هذه في الوقت الفلاني. لكن في مواقف إحنا نمر فيها أنا ما نقدر. يعني في كثير مواقف كل شخص يمر فيها يحس إنه خرج من الموقف هذا ما هو على طبيعته. ظل معاه يفكر فيه، أثر على يومه كامل، أثر على نومه كمان، ممكن إنه ما يقدر ينام طول الليل، هو يفكر ليش أنا قلت كذا، ليش قالوا لي كذا، ليش عملت كذا، هذه الأمور كلها يرجع يجتر الموقف من جديد. هل يمكن للشخص اللي يعاني الأرق يعني
وأنا قريت يمكن كثير من 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 التعليقات والملاحظات وحتى بعض التغريدات، البعض يقول يا أخي أنا نايم وحس إني أفكر، وأنا نايم أحس إني أفكر وتحديدا أفكر في العمل، أو إني أفكر مثلا موضوع مقلقني، فيتساءلون إنه كيف أنا أفكر وأتذكر إني فكرت وأنا نايم، وأنا فعليا نايم، يعني كيف تتم هذه العملية؟ يعني كيف يستجيب الدماغ ويستجيب الجسم بنفس الوقت أنت نايم؟ طيب أنت الحين نمت أصلا وأنت تفكر في الموضوع هذا، فطبيعي أنه أنت تحلم فيه، طبيعي أنه أنت تصحى تلاقي نفسك إيه، يعني عارف اللي كذا تصحى فجأة كذا تلاقي نفسك أنت مو نايم بس أنه أنا بسوي كذا وبعمل كذا وهالأشياء، وترجع أحيانا تنام. فبس أنه الفكرة هي أنه أنت أصلا يعني عطيت مخك كلام وعمليات رتبها لغاية ما أصحى، فهو يقعد شغال عليها. طيب أنت قلتي لي نمط الحياة من الأسباب، واحد اثنين اثنين عندنا لما يكون الشخص عنده أصلا مشاكل نفسية مثل القلق، اضطرابات نفسية، عنده قلق، عنده اكتئاب، ممكن يكون اضطراب ما بعد الصدمة مثلا إذا مر بموقف فيصير إنه يرجع له أكثر من مرة، ممكن يكون عنده خلينا نقول في التوتر، أحيانا في شخصيات هي أصلا متوترة فتبالغ في الأمور تكبرها، عرفت اللي تزيد القلق اللي عندها. فلما يكون في شغلة بسيطة مثلا عنده راح يسويها بكرة فما ينام، تلاقيه ما ينام. أوكي، بس خلينا نحكي عن الأرق. الأرق الآن في يعني في الغالب إنه ما يبدأ كذا من نفسه. أوكي، يعني إذا جينا إحنا من منظور نفسي ما يبدأ من نفسه. كيف يبدأ؟ يبدأ في موقف مر فيه الشخص، أوكي، في صدمة صارت له، خبرة حصل مع يعني حصل اليوم. أنت تتكلمين له طول حياته؟ لا لا لا، إنه موقف حصل وبعدين من الأعراض اللي جته اللي هي الأرق. أوكي. يعني الأرق يكون مرتبط بصدمات ممكن أو مواقف نفسية مر فيها. أي هذا بالتالي هو نتيجة نفسي. يعتبر هو نتيجة. هو من منظور نفسي أنا قاعدة أتكلم عنه، بعيدا عن مثلا أنه في بعض الأمراض الجسدية ممكن تسبب أرق. أوكي، بعض الأدوية اللي يأخذها الشخص ممكن تسبب أرق، لكن أنا أحكي الآن عن منظور نفسي، عن مشكلة نفسية بالشخص أنه ما عنده أبدا أي مرض جسدي أو أنه يأخذ أدوية، مر في موقف معين بعدها ظهر الأرق عنده نتيجة هذا الموقف. يعني أعطيني مثال، يعني وش الموقف اللي ممكن يعيش الشخص على سبيل المثال وهو في عمر 18 ويبقى هذا الموقف ملازم له إلين ما يصير عمره 30؟ طيب على سبيل المثال. ويكون الأرق سمة معه. طيب هي ما تجي سمة، بس المشكلة الأساسية ما انحلت عنده. وش المشكلة؟ ظل يرجع، يعني مثلا خلينا نقول إذا كان الأرق مزمن زي ما قلت استمر سنين، أوكي، ففي مشكلة هنا حاصلة، يمكن تكون في طريقة تفكيره، يعني إحنا الآن إدراكنا وتفسيرنا للمواقف والتعامل مع الأشخاص هو اللي يخلينا، عرفت اللي نقعد نقيس على كل المواقف، على كل التصرفات، إنه إحنا دائما قلقانين، دائما المخ عندنا متيقظ، يعني متنبه، ما يحتاج لا منبهات ولا يحتاج شيء. فأقل موقف إحنا نمر فيه ممكن إنه يسبب لنا مشكلة، ممكن يخلينا نفكر، ممكن يخلينا نقول إنه أوكي بيصير مثل الموقف السابق. نعم. إيه؟ في أشخاص اليوم أستاذ وفي يقول لك يا أخي أنا بكون متنبه، أنا عندي عمل هالأسبوع، والقلق أو النوم الخفيف اللي يعتقد البعض إنه نوم خفيف مو بأرق، يقولك يا أخي خليني متنبه، خليني يقظ، أنا عندي أشغال، عندي مشروع معين عندي، فهو يساعدني أني أكون متيقظ ومتنبه طول الوقت. كيف يوفق الشخص بين رغبته بأنه يعني خلينا أسميها يتابع شغفه، ويكون يقظ ومتنبه والنوم ما يطغى عليه في إنجاز أعماله، وبين أنه ينام نوم عميق ويعطي كفايته ويساعد جسد على خلينا نقول الاستشفاء. تمام، انت رجعتنا هنا لما يقول لك الدراسات انه عدد ساعات النوم اللي للشخص اللي عشان نقول انه هو نايم كويس هي من 7 إلى 8 ساعات. تمام، تجينا قاعده انه في ناس ينامون 4 ساعات 5 ساعات وامورهم تمام، زي الشخص هذا اللي يقول لك انا ابغى اكون متيقظ، هو شخصيته كذا منجز، فنومه في 4-5 ساعات هذه كافي له، نوم عميق في جوده ولا ترجع على جسمه، لا في جوده في النوم عنده، فهو نايم كويس نوم عميق، حتى لو كانت 4-5 ساعات يصحى مرتاح متيقظ نشيط عنده طاقه. فهي تختلف من شخص لشخص. يعني تبغين تقولين لي اليوم سوف انه النوم
أيضا يرتبط بشخصياتنا وسمات الشخصية الخاصة بنا. صحيح. ويأثر عليها ويتأثر فيها. إيه لأنه شخصيتك إيش هي؟ هي طريقة تفكيرك في الأمور، طريقة إدراكك وتفسيرك لها. ففي يعني إحنا لما نفسر الموقف بشكل مقلق أتعبنا أنفسنا، وإذا فسرناه بشكل كويس ريحنا. فهي الشخصية هي سماتك أنت، طريقة تفكيرك، أفكارك، مشاعرك، يعني فهي يعني مجموعة من العوامل. هل يزيد الأرق مع زيادة العمر؟ إيه كبار السن إيه نشوفهم. طبعاً في لها أسباب. أولاً لأنه أنت لو تلاحظ أنه كبار السن يبدأون ينامون بدري، لأنه الساعة البيولوجية حقتهم تتقدم شوي. كبار السن وش المرحلة العمرية نتكلم عنها؟ يعني فوق 50 فوق 60؟ في شوف هم في بعضهم يقولون لك فوق 50 ماشي، خلينا نقول في بعضهم قالوا لأنه 55 وفي 60، ففي تختلف هي 50 شباب بالنسبة للرجال يعني في زمننا هذا إيه يعتبر إذا مارس أيه؟ الرياضة ويتغذى كويس يعتبر شباب يعني. بالضبط يا هذا. لكن بعد الستين خلينا نقول الستين تكون سمة يعني عند كبار السن. أي ممكن، لأنه يختلف أصلا نمط الحياة للرجال والسيدات. شوف السيدات ممكن من بدري بسبب يعني عوامل هرمونية أصلا تبدأ معاهم، ما حنقول إنه يعني تغيرات فسيولوجية بالمرأة مختلفة عن الرجل. في ارتباط ذهني عند الناس بين الأرق وبين القهوة والشاي أو عموم المنبهات باختلاف أصنافها. أول شيء، هل بالفعل اليوم المنبهات باختلاف أنواعها تأثر؟ يعني إحنا دائم لما يعني بيكون عند الشخص مثلاً جلسة عائلية أو شيء أو عزيمة أو مناسبة، لا تكثر شاي، لا تكثر قهوة، ترى ما تنام. لأي مدى هالكلام دقيق؟ وفي ناس سبحان الله تلقينا يشرب يعني من قهوة من النوع الثقيل وينام. وش التباين اللي صاير؟ العلم عجز يفسرها هذه من الأخير، عرفت؟ بس إنه اللي إحنا يعني نستشفه من هذا كله هي تختلف على حسب استجابة الشخص للكافيين اللي موجود في المنبهات نفسها. لكن نتفق في الدراسات كلها اللي صارت، نتفق على شيء واحد، إنه الكافيين ما يمنعك إنه أنت تنام، بس إنه يأثر على جودة نومك نفسها. بس أو إنه البعض يقول لك يا أخي أنا اليوم ما أخذت كفايتي من الكافيين فأشربها الحين وأقدر أنام عشان كذا، لأنه يعطيني الجرعة اللي أنا محتاجها من الكافيين. طيب هو يعني مبرمج نفسه في هالنقطة. في أشخاص يقولوا لك أنا لما أصحى الصباح أشرب قهوة كذا أتنشط. صح. أستوعب أتيقظ. أوكي، فيعني وإذا مر يوم ما شرب القهوة هو أدى شغله كويس، بس لأنه هو ربط الجسم فيه كافيين. أوكي. وهذا الكافيين يمارس نفس الدور اللي تمارسه المنبهات، لكنه من مصدره الطبيعي يعني. اليوم زيادة الكافيين يأثر على الكافيين اللي موجود بالجسم، وبالتالي ينبه أعصابك تكون واعي طول الوقت وما تقدر تنام. أي شيء يزيد عن حده إيه ممكن. أوكي، بس خلينا نقول إنه في أشخاص خلاص متعودين أصلاً على الكمية الكبيرة من القهوة، فإنه خلاص إنه قادرين هم ينامون. لكن خلينا نقول إنه في بعض الأحيان أحس إنه مو الكافيين لحاله، أوكي؟ إنه إذا أنت عندك ضغوطات، عندك مسؤوليات، وعندك أشياء، فممكن إنه هذا يأثر على جودة النوم فعلاً. في أحد المفاهيم صح له، بس في أحد المفاهيم موجودة برضو فيما يتعلق بالقهوة، إن كذا شربت قهوة بالليل حط معاها سكر تكسر حدة الكافيين اللي موجود، لذلك إحنا قهوة الصباح دائماً نشربها بدون سكر. أتكلم عن القهوة السوداء تحديدا، يعني أنه لا، إذا الصباح اشربها بدون سكر عشان تمنحك أقصى حد من التنبيه، وأنه بالليل ضع معها سكر. شوف السكر احنا عارفين أنه في منبه، في كمية يعني ينبهك أصلا هو السكريات بشكل عام. حتى الأطفال لما نجي نقولهم لا تعطونهم شوكولاتات عشان ما يصيرون حركين زيادة. وفي ناس يعني يقولون حط حليب، يعني ما يقول لك حط سكر. فهي أتوقع أنها هي خاصة بالشخص بغض النظر عن إن تأثيرها فعلا على الجسم. جيت بداية كلامك لما عرفت الأرق تكلمتي عن أنه الأرق اليوم يأثر على جودة النوم بالضرورة ومتلازم معها. وهنا أسأل، هل جودة النوم اليوم في ساعات الليل اللي نعرفها، مثلا الساعة 10 خلينا نقول الساعة 5 الفجر،
مشابهة لجودة النوم مثلا لما ننام من الساعة 11 الصباح لخمسة العصر؟ هو شوف في مواد أصلا يفرزها الجسم لما أنت تنام بالليل، أوكي، هذه تساعدك أصلا في وقت معين، أوكي، ممكن تكون ما حنقول إنه من البداية يعني من 10 وكذا، مو قبلها مثلا، بس أنت إذا نمت الساعات الكافية لك اللي جسمك متعود عليها إنه أنت تنام بجودة كويسة ويكون نوم عميق وتستفيد منه من هذه المواد، أوكي، لكن لما في بعض الأشخاص مثلا يسهرون وينامون الصباح فما نلاقي نفس الجودة فعلا. يمكن أن يصيب الأرق الأطفال؟ إيه. بعمر كم؟ خلينا نقول الأطفال نفسهم، بس ليش يصيبهم؟ أوكي، الأطفال يعني خلينا نقول حتى من قبل سن المدرسة ممكن يصير، بس لأنه الطفل بطبعه يحب يتحرك، يحب يكتشف، ما يبغى شيء يفوته. فأنه يعني بالوضع الطبيعي الأطفال يحبون يلعبون، يحبون يشاركون بعض، ما يبغى ينام لأنه ممكن مثلا يطلعون، ممكن ما أدري إيش، ممكن هذه الأشياء، فهو متحمس أنه يقعد. أنا أعتقد اليوم في بيت لما تيجي الاختبارات إلا عاد الطفل يعني اللي يكون متفوق وشاطر وحاب دراسته، لكن في الغالب الأطفال وتحديدا في أوقات الاختبارات يتهرب ويروح ينام في أوقات الاختبارات، في وقت في أوقات غير الاختبارات تلقاك تلاحقه أنه نام نام نام، يقولك ما فيني نوم. لما تيجي الاختبارات يعني بالعامية تسلط النوم، يعني أي وسيلة هروب خلاص. وش يعني الموضوع هنا له علاقة بالجانب الضغط النفسي من الاختبارات أنه هو يبحث عن مخرج، ولا لا بالفعل هو منهك ومرهق ويبي ينام؟ لا، ما هو منهك ومرهق، لكن أنه خلينا نقول أنه فعلا الخوف اللي إحنا مثلا أو الصورة اللي إحنا نوصلها لأولادنا أنه الاختبارات شيء كبير، أوكي، فأنت لازم تذاكر مرات نبالغ ونخليه شيء مرعب. أيوه هذا هو، فهو يهرب، يخاف ويهرب. أوكي، بينما أنه الأيام العادية واجب يعني اختبارات بسيطة، أنه أنت تروح المدرسة وتجي خلاص عادي، أنا يعني متعود على جو المدرسة. طبعا أحكي عن الأطفال اللي ما عندهم مشاكل نفسية. خلينا نقول اليوم الساعات اللي يقضيها الشخص في انه يعني يقيل ينام له ساعه نص ساعه في منتصف اليوم، يقال انه الساعات هذه كل ما زادت في النهار تنعكس على ساعات نومك في الليل، بينما البعض الاخر يقول لك لا، انت ساعات النهار اللي تنامها ترك عوضت الساعات المفقوده في الليل يوم أمس. أي اللي رأينا صح؟ شوف، هو فعلا المقولة هذه يعني فيها جزء من الصحة، أنه يقول لك أنت عوضت، فأنت كذا عطيت رسالة لجسمك أنه أنت نمت كفاية، خلاص ما فينا داعي تنام بعدين. بس أنت عشان تقيس الموضوع فعلا، خلينا نقول الأرق اللي أو النوم إحنا بشكل يعني طبيعي اللي إحنا متعارف عليه أنه شخص ينام من الليل ويصحى الصباح بدري، تمام؟ طيب إذا ما نام في الليل معناته أنه عنده أرق. طب هو أنا مثلا جاء مثلا اللي عندهم مناوبات، المشكلة هذه اللي الأشخاص اللي عندهم مناوبات في عملهم، فطول الليل هم يشتغلون يجون ينامون مثلا في الصباح، أوكي، وينام مثلا، نقول خلينا نقول نومه في جودة. خلينا نوقف عندي يمكن، وهذه نقطة مهمة حقيقة، في كثير يمكن من الناس اليوم هذه طبيعة الأعمال، أوكي، يعملون بساعات مناوبة بعضهم الأيام، مثلاً زي الطيارين يعمل يومين يتوقف يومين يعمل، وغيره قيس عليه كثير، في ناس تعمل في الليل وتعمل في النهار، في وعلى هالأساس. سؤالي هذا خلينا نقول التذبذب بالنوم، يوم ينام نهار ويوم ليل، يوم ينام ساعات مرتاح وما في ضغط ويوم يشيل، هل يؤدي عدم انتظام ساعات النوم قد إلى خلق اضطرابات نفسية وأرق يرافق الشخص؟ لا، ما حنقول اضطرابات نفسية عشان ما نخوف الناس، بس إنه قد ممكن يسبب له أرق، خاصة إذا يعني كيف يتعاملون مع هذولا؟ هو إذا متعود وحاسب جودة النوم اللي هو نايمه ومؤدي مهامه كويس ويعني مبرمج نفسه في الأوقات اللي يكون فيها صاحي ومؤدي عمله وهالأمور أموره تمام، أوكي خلاص ما في مشكلة، على حسب تأقلم الشخص نفسه. لكن خلينا نقول إنه إذا هو ما تأقلم
ما تقبل هذا الشيء وما تقبل انه هو انه يعمل بهذه الطريقه وينام في اوقات غير الاوقات اللي هو يعني متعود عليها، لا هنا تظهر مشكله ما راح يتقبلها، فممكن يجي قلق، يجي شيء اشياء زي كذا يعني. هل هناك اطعمه معينه اليوم تؤثر على جوده النوم وتزيد الارق؟ شيء اطعمه ما في شيء محدد، بس انه لا تكثر اكل قبل ما تنام. بس هذه هي. لو كان لك اليوم نصائح الأستاذ وفد توجهينها للناس فيما يتعلق برفع جودة النوم، يعني خلينا نقول تحييد القلق قدر الأرق قدر الإمكان، يعني مثلا هل في ساعة معينة توقف فيها مثلا عن شرب القهوة والشاي قبل النوم، استخدام الجوال يعني ما تكلمنا أنه في ناس يقعد ساعة ساعتين قبل ما ينام، نبغى يمكن نلخص هذه النصائح. وش بتقولين؟ خلينا المنبهات يشربها في بداية يومه، سواء كان يومه يبدأ الصباح أو يبدأ بالليل على حسب عمله يعني. خلي المنبهات في بداية يومه، أوكي؟ الأفضل، أوكي؟ بالنسبة مثلاً إنه قبل الطقوس اللي قبل النوم، لا يكثر أكل، لا إنه مثلاً المكان اللي هو نايم فيه دائماً يحاول إنه يكون فقط للنوم، ما يكون مثلاً في أشخاص في غرفة النوم يأكلون يشربون يتفرجون يلعبون يسوون رياضة. طيب انت هنا فقدت الرابطه هذه، فانت لما تدخل غرفه النوم فممكن تعمل اي شيء ثاني غير انه انت تنام. اوكي، فالافضل انه المكان نفسه، كمان انه ما يكون في ازعاج. في بعض الاشخاص بطبيعتهم قلقين يعني يتوترون من اقل شيء، فننصحهم انه هم يعني يلجؤون مثلا للاسترخاء، اذا هم يعني 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 عارفين كيف ان هم يطبقونه، او انه اي مختص نفسي ممكن يساعدهم ان هم للاسترخاء النفسي كيف يعملوا، لانه جدا مريح في تخفيف القلق والتوتر حتى في تضبيط النوم نفسه. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ وفاء القرزي اخصائي نفسي اول، شكرا لكل هذه النصائح القيمه حول رغبه من يشاهدنا اليوم في الحصول على جوده نوم افضل بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. تضع وزارة الصحة ضمن أهداف إطالة عمر الإنسان السعودي إلى 80 عاما في 2030 التحول من مفهوم المرض إلى مفهوم الصحة والوقاية، وهو هدف جاء من مبادرة الطبيب لكل مواطن، أي يمكن لكل مواطن التواصل افتراضيا مع طبيبه في حال صحته قبل مرضه. للمزيد من التفاصيل أسعد أن أستضيف معي في الاستوديو الدكتور وليد البديوي استشاري طب الأسرة. أهلا بك دكتور وليد، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا. الله يحييكم. الله يحييك. خليني أسأل بالبداية عن المفهوم طبيب لكل مواطن، هل هذا المفهوم اليوم الممارسة معمول فيها يعني دول أخرى من العالم، أنه مفهوم يعني مستحدث عندنا؟ شوف، طبيب لكل مواطن طبعا لا يعني أنه هو الطبيب الوحيد للمواطن، هذا لا، طبعا طبيب صح. كل مواطن له طبيب، قد يكون الطبيب هذا يعالج عدد معين من حسب المنطقة اللي إنسان فيه. يقول لك واحد أنا طبيب لكل 1000 مريض، فكل مريض في التعداد هذا يكون له طبيب، طبعا كل الناس مشمولين في الكلام هذا. نعم. الممارسة طبعا شوف أنا بعطي مقدمة سريعة عن طب الأسرة وكتعريف طب الأسرة، طبعا اللي هو التخصص اللي يتعامل مع جميع الأعمار والجنسين، وفي بعض المجتمعات أكثر من جنسين طبعا، عارف الشيء هذا. نعم. وكذلك أفضل شيء يجمعهم كلمة طب الأسرة، لأنه يعني خلينا أبسط لك إياها، أنا طبيب الأطفال يتعامل مع أطفال، طبيب النساء يتعامل مع نساء، طبيب مسنين يتعامل مع مسنين، هذول الثلاثة إيش يجمعهم؟ أسرة، تجمعهم أسرة، فطبيب الأسرة يتعامل معهم جميعا، جميع الأعمار وجميع كذلك اللي هي أو الجنسين. لماذا نحتاج أن يكون هناك طبيب لكل مواطن؟ المبادرة هذه وش الهدف منها؟ في الحقيقة أنه المريض اللي يحصل الآن في طبعا هي هذا المعلن، وهذا الأهداف اللي نرجو نوصل لها ونصل لها إن شاء الله، لكن اللي يحدث الآن حاليا طبعا المرضى بعضهم يكون تحت القطاع الخاص، بعضهم تحت القطاع العام. قطاع العام أسهل التطبيق طبعا، يعني تجيك في قطاع العام مثلا في قطاعات مختلفة للدولة، سواء الحرس سواء مثلا الصحة سواء غيرها، بسهولة تقدر تحصر مواطنيك وتقدر تقدم لهم الخدمة بناء على العدد اللي عندك والمحصور المسجلين عندك. تيجي في القطاع الخاص الأمور أصعب شوي، يجي القطاع الخاص ماله طبعا، ممكن يجي واحد يروح لك مجموعة يعني مثلا اللي هو مستشفى، أي مستشفى فيه تخصص طب الأسرة يذهب لأي مستشفى، فصعب حصر
صعب حصر العدد في المنطقة، لكن في القطاع العام التطبيق أسهل، وزارة الصحة التطبيق أسهل، مع وجود طبعا مجموعة من مثلا المواطنين تجدهم في القطاع الخاص نسبة أقل من اللي في القطاع العام. اليوم أنا كمواطن عندي أسرة وعندي طبيب موجود بتطبيق صحتي، أدخل وأقدر أشوف من الطبيب ومن الطاقم اللي معه، وش الخطوات اللي المفروض عليه اتخذها اليوم تجاه هالمبادرة كمواطن؟ أول شيء التسجيل، لأن بدون ما تسجل اللي عندك وبدون ما يعرفون حتى احتياجاتهم صعب تحديد احتياجاتهم، فالاحتياجات يحددها التسجيل في التطبيق هذا. فحتى الاحتياجات الآن صار فيه التنبيهات، مثلا تجد تجيك تنبيهات، جميل جدا التطبيق، تنبيهات تجيك ترى احتياجاتكم، مثلا في عندك طفل عنده تطعيم، عندك الزوجة تحتاج مثلا أشعة الثدي مثلا الحماية من السرطان، عندك أم سن ترى حان وقت اللي هو مثلا تشيكات اللي هي الدورية له، وهكذا حتى الإنسان العادي في تشيكات تبدأ طبعا حسب توصيات عالمية معروفة، تيجي تشيكات ابن سن 40 مثلا يقول لك يبدأ مثلا فحص البروستاتا للرجل اللي يفحص الدم وهكذا. في حالات مثلا إذا سجلت الاحتياجات، مثلا لا سمح الله عائلة عندها مثلا تاريخ مرضي لسرطان القولون مثلا، تترتب على التاريخ المرض هذا احتياجات، يحتاج مثلا يسوي بعض الفحوصات كل سنة، يحتاج يسوي بعض الفحوصات كل 5 سنوات اللي هي منظار القولون وهكذا. فلا سجلت وسجلت وتسجل الواحد وصارت احتياجاته معروفة كلها، سهل التنبيه عليها وعدم نسيانها. هل يعني هذا أنه اليوم الفحوص الدورية من يحددها هو الطبيب بنفسه بناء على التاريخ المرضي، ولا لا اليوم أنا المفروض أني كل شهر كل شهرين كل 3 ما أعرف؟ هي ذهبت ما بعد الطبيب طبعا. الطبيب ممكن يناقشها ويفتحها مع المريض، لكن بصورة عامة مع الأتمتة أو مع الأوتوميزيشن عربي وإنجليزي نحطها، الآن الطبيب خلاص تنبيهات تجي على شكل تفعل التنبيهات في تطبيقك، وتجيك التنبيهات هذه لعمل كل الأمور هذه بسهولة، حتى لو نسي الطبيب ولا شيء تتذكره، طبيب بشر قد ينسى يناقش معك أمر معين، قد يظهر عنده طبعا أنا كطبيب يظهر عندي في السيستم أنه ترى المريض هذا بحاجة إلى اللي هي التطعيم السنوي، حتى أنت كطبيب تجيك التنبيهات. المفروض هذا طبعا ما أقول لك أنه طبقت في جميع التطبيقات الطبية، لكن بصورة عامة ينبهك طبيب المريض هذا أعرض عليه مثلا فحص البروستاتا لأنه مسجل عندنا أنه عنده تاريخ مرضي مثلا، أو القولون يقول لك أعرض عليه منظار قولون وحوله لأنه ظاهر عندنا تاريخ مرضي عندهم لمرض القولون، فلازم تحوله لعمل القولون كل 5 سنوات مثلا. وهذا ينطبق اليوم على كافة الأعمار بالنسبة لطبيب الأسرة؟ كل أعمار له احتياجات، في أعمار مثلا الطفولة لها تطعيم، لهم تطعيمات كثيرة، كبار السن لهم أشياء معينة، سن 40 له أشياء، النساء لهم أشياء معينة كلها تحتاجها، تطعيمات اللي وجدت الآن موجودة كلها، تطعيم مثلا اللي هو التطعيم اللي هو الحزام الناري مثلا، سمعت الحملة اللي تمت، يجي على شكل تنبيه، نسي الطبيب، يعني النسيان صار الحمد لله ما ترك الآن للذهن البشري بقدر ما هو ذكاء الأجهزة والتطبيقات، تساعم وتعطي تنبيهات وتفتحها، لو ما فتحها معك طبيب نسي ولا كان مزحوم ذاك اليوم في العيادة ولا شيء، أو ما ظهر التنبيه عنده لخلل تقني، هذه كلها تيجي مع بعض التنبيهات تساعدنا كلنا أن يعني التقنية في خدمة الإنسان. جميل. اليوم هذا التطبيق اللي احنا نتكلم عنه طبيب لكل أسرة هو موجه للجميع، وأنا هنا بسألك حقيقة لأنه في جزء من 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 هذه العملية يتم عبر الاتصال المريض. صحيح. وهنا في تساؤل عند كثير من الناس، الفحص الكلينيكي مرة مهم ويمكن يعطي الطبيب تفاصيل كثيرة، الشخص ما يعرف وين أبعادها، فهل اليوم الاتصال المرئي بالنسبة لكم كأطباء يغني عن الفحص الكلينيكي؟ هل هو كافي اليوم لحكم على شخص أنه والله أنت عندك الشيء الفلاني أنت تحتاج كذا وهذه الوصفة؟ شوف الفحص الكلينيكي ما يحتاج، شوف تاريخ المرض الفحصي تعلمنا في الطب انه مهم، لكن مع كثره الممارسه كثير من الحين نكون صريحين، يعني تبدا انت تستخدم اللي هي الحاسه الطبيه عندك، ووجود الفحوصات مثلا، يجيك واحد عنده الم في الركبه مثلا، بدل ما تقول بافحص وادخل خلينا نوفر عليه وقت ارسله مثلا بالقطاع الخاص، يقول لك ارسله قريب يسوي والله الاشعه المغناطيسيه، ولا في قسم الاشعه قريب مباشر يسوي اشعه ويرجع اخذ معلومات كافيه بدون ما ادخل. طبعا هذا ما هو المثالي، هذا الوضع المثالي، لكن هذه ممارسه موجوده. بالنسبه للطب الاتصالي في شغلات كلينيكيه ممكن تحددها عن طريق اللي هي مثلا الامراض الجلديه
أو ورمة أو التهاب في الجلد أو انتفاخ في عضو معين أو في مفصل معين تكون ظاهرة. طبعا ما تغني عن الفحص الكلينيكي أكيد ما تغني 100%، لكن تعطينا فكرة مبدئية على مؤشرات. بعد ما يقولي والله هذه صار لها 24 ساعة انتفاخ في المفصل ومفاجئ، ويكون له ممارسات مثلا خارج نطاق الزواج، احتمال بعض الأمراض تظهر الصورة هذه فنشك. طبعا عندنا نسبه من المرضى كثير نقول يبالك تراجع زياره فعليه، وليس لا تكفيك الزياره حسب الحاله، بس في النهايه مع الممارسه الواحد يبدا يفرز هذه الحاله تكفيها المراجعه. مثلا حاله طلب فحوصات دوريه هذا ما يحتاج يجي ويزحم الطرق ويزحم العياده ويزحم يسوي الاشياء. زياره قادمه مراجعتها اذا احتاجت حضور ممكن نادي الحضور، بس اذا احتاج اي شيء او شيء طوارئ او احتاج فحص اللي هو العضوي لازم يجيكم موجود. فاحنا نفرز مع الوقت نفرز. استمحك ان ننتقل فاصل قصير. تفضل ما في لا باس. حياكم الله من جديد، حديثنا في هذه الفقره مع الدكتور وليد بديوي الاستشاري طب الاسره عن مزايا طبيب لكل مواطن وما هي يمكن الأثار الإيجابية مثل هكذا قرار. دكتور وليد، يمكن قبل الفاصل كنا نتكلم عن آلية التعامل مع طبيب لكل مواطن، لكن يتبادر لذهني سؤال اليوم مع زحمة خلينا نقول تسويق التحاليل الطبية للناس، هذا باكج الشامل للرجولة، تحاليل الرجولة، وهذا باكج الفيتامينات، وهذا باكج، هل يفترض اليوم أيضا أنه هذه الخدمة طبيب لكل مواطن أن يكون هناك تحاليل دورية حتى لما يكون هناك حاجة لها، ولا لا هي تخضع لرؤية الطبيب والاحتياج الفعلي لها؟ طيب خليني أزيدك من الشعر بيت. الآن في تحاليل خاصة بالإبر الفلانية، هذه جديدة دي ما تحاليل الإبرة الاسم مسمى الفلاني إبرة. نعم. اللي استخدم بعضها لإبر التنحيف، هذا يقول لك والله تحاليل إبر التنحيف. طبعا تطورت شغلة. طبعا شوف أنت عندك خيارين، إما أنك تمشي على توصيات عالمية ومؤسسات عالمية، كثير من التحاليل هذه ما راح تدخل ما راح تندرج فيها. طب بس طبعا هذه هذا الاعتبار تضعه على مستوى، هل تضعه على مستوى شعبي كل الناس يسوونه ولا لا؟ بقول لك لا، حسب التوصيات ما راح تستفيد، لأنك متى ما سويت فحص لمثلا مليون واحد بيطلع لك واحد، عمليا ما هو يعني ما هو راكب. لكن إذا توفرت الفحوصات هذه وكانت، لأن بعض شركات التأمين الآن أو بعض الشركات ضمن الباكج حق التوظيف يقول لك عندك تحاليل كل 3 شهور، إذا توفرت بالطريقة هذه لا بأس، بس ما تقدر تسويها على مستوى كل المواطنين. في أشياء أساسية لكل المواطنين تكلمنا عنها قبل شيء، اللي الثدي أورام الثدي مثلا التأكد منها، البروستاتا التأكد بعض أمراض، الأشياء اللي تصير لفحص ما قبل الزواج، هذه أشياء خاصة للمواقف معينة أو لوضع معين. أما أنك تضعها أن تقول والله كل المواطنين مثلا بسوي لهم كل 3 شهور، هذه صعبة. لا، أنا أتكلم عن ربط بمرحلة عمرية. صحيح. وهذا المفهوم أنه إذا وصلت 30 هذه التحليل لازم تسويها كل 6 شهور، إذا وصلت 40 ترى كل 6 شهور لازم التحليل. ما في شك. هذه دقيقة. وش التحاليل؟ التحاليل أعطيك مثال، سن 40 عندك الكوليسترول سنويا، عندك مثلا فحص البروستاتا البي اس اي يسمونه، تيجي فحوصات مثلا إنسان اللي عنده مثلا ضغط مثلا، في فحوصات معينه سواء اللي عنده سكر، اللي عنده تاريخ مرضي للضغط او السكر، تختلف. طبعا هذه بتلقى فيها خلاف كبير بين المؤسسات، هل تضع مثلا، في ناس يقول لك لا والله ما تسوي كل سنه كل سنتين. مثلا اللي هو فحص الثدي اسمه الماموجرام، هذا في خلاف، في بعضهم يقول لك كل سنتين، بعضهم يقول كل 3، بعضهم يقول لك كل 4، على اختلاف الحاله. في اختلاف بعمر معين، بعمر معين انسى. طبعا بعضهم يقول لك يختلفون برضو بالعمر، يختلفون بكل مثلا بتردد كل كم سنه تعيدوا الفحص، هذا في خلافات بالمؤسسات، لكن كلها تدور في فلك معين طبعا قريب من بعضها. جي هذه المبادره اطلقتها وزاره الصحه دكتور اليوم، هي طبيب لكل مواطن، هدفها اليوم رفع متوسط او زياده متوسط العمر سكان المملكه من 74 الى 80 سنه من خلال تحسين صحه الانسان. هذا يقودني حقيقه لسؤال عن الممارسات اللي اليوم موجودة في العالم، من هي أكثر الشعوب اليوم المعمرة على وجه الأرض والأطول مدة وأعمارهم الأطول، وليش أطول، وش أسلوب حياتهم؟ يعني هل الموضوع مرتبط بأسلوب حياة، مرتبط بالوقاية في الجانب الصحي بالمنظومة، إيش مرتبط؟
في عدة عوامل طبعاً. طبعاً الكلمة المشهورة القارة العجوز أوروبا ولا المعمرين طبعاً، قد تكون هذه كلمة على فكرة علاقة بالتاريخ أو الجغرافيا مو شرط، لكن بصورة عامة على عدة عوامل هي. أوروبا طبعاً أنت حتى أوروبا فيها أجناس مختلفة، في واحد أوروبي مثلاً أسمر في أوروبي، فبس بصورة عامة اللي هو اللي هم الوايت يسمونه أو الفيرسكن يبدو إنه معمر. في عدة عوامل تؤدي لأن يكون إنسان معمر، اللي هو طبعاً الحياة اليومية، نمط الحياة، حتى نمط الحياة. صحيح إنه في مشي كثير في أوروبا، لكن في المقابل في ممارسة مثلاً شرب الكحول مثلاً، بس يشربوه حتى كثير منهم يشربوه بطريقة ما هي مو بالشرب اللي قد يكون فيه فائدة فيه مثمن كبير ومنافع الناس لا. عندك الجينات لها دور في طول عمر، في دول في العالم مثلاً هم يطول عمرهم حتى في أمراض دنيا بس كعمر يكون طويل. ففي عدة عوامل، الجينات، عندك الممارسة للحياة اليومية اللي هي هل فيه ممارسات أخرى خارج الحياة اليومية مثلاً الشرب، نوعية الأكل، بعض أنواع الأكل مثلاً في دول آسيا مثلاً بعد مشهورين عندهم حياة صحية ولا أجسامهم، لكن بعض أنواع الأكل الحار والبهادي تسبب مثلاً سرطانات محيطنا. ففي عدة عوامل، الموضوع معقد عشان نحدد إيش الأطول العمر. فلما تدخل أنت في الوقاية، طبعاً الوقاية حسب ما معروف ثلاث درجات، في الوقاية الأولية الثانوية الثالثية. الأولية أنك أنت تمنع حدوث المرض. الثانوية انك تكتشف وجود الامراض. الثالثيه تمنع تطور الامراض. كذا كتبسيط لها. الاول تمنع الامراض تحدث اساسا عن طريق مثلا تقول له والله الحياه هذه تعتبر التدخل هذا يعتبر اولي تمنع الامراض جي. او انك تطعيم مثلا، تطعيم يعتبر درجه ثانيه حسب اغلب التعريفات. او التطعيم الثانوي يسمون العنايه او الوقايه الثانويه. الثالثيه مثلا واحد عنده سكر تمنع تجيله مضاعفات السكر، هذا العنايه الثالثيه. قلت قبل شويه بس اخر جزئيه، قلت قبل شويه انه مرتبط بالجينات بعض الاحيان يكون العمر. تاريخيا وطبيا يعني جينات العرب متوسط الاعمار عندهم كم تقريبا؟ العرب تبع تشوف حتى لما تقول الجنس العربي الان ما في جنس عربي مثلا صافي مره بيور. اغلب الناس في انساب، دخلت انساب وتناسبوا وصار يعني بعض القبائل العربيه تجد له نسب مثلا او جدة كبيرة مثلا في آخر العالم العربي أو جنس آخر. فطبعا حتى هذا الموضوع صعب حصره ترى الآن، لأنه الأجناس ما في شيء تقول لك والله إحنا صح في أجناس في منطقة معينة جغرافيا، بس ما تقدر تقول والله كعرب لا. أتكلم جغرافيا ممكن تجيب بعض المعلومات جغرافيا، لكن وعرقية ممكن تجيب، بس مع اختلاط الأعراق كثير من الأشياء هذه ترى يصير عليها علامة استفهام. أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك دكتور وليد البديهي، استشاري طب الأسرة. ختام يا هلا، إلى اللقاء.